إنا لله وإنا إليه راجعون. العين تدمع والقلب يحزن، وأكيد المغاربة كلهم على فراق لالة توريا محزونون. لله ما أخذ ولله ما أعطى. نتمنوا لها يا رب ثبات عند السؤال هذا، هو أهم دعاء ممكن كلنا ندعيو به. اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم غسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس يا رب. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. والله لا نزكي عليك يا رب، لا نزكي على الله، لكن من يحببه الله ويحبب الخلق فيه. والحمد لله أن كل الفنانين كيعتبروها الأم أو الأخت. أنا شخصيا كانت بالنسبة لي كنقولها الميمة الله يرحمها، الله يرحمها. وفي التواصل ديالي معها في الواتساب مؤخرا ملي كانت في المستشفى، واللي عبرت لها بأنه كان امتثل التعليمات ديال المستشفى وبأنه الزيارة ممنوعة، طلبت مني أنني ندعي معها في الفجر. وصلت لها بأنني دعيت معها في الفجر الأيام كلها، واليوم الفجر ديال اليوم طلبت الله يا ربي تثبت عن السؤال. كلنا لها وماشي خسارة في الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة الحياة. كنا غادي نرحلوا واحد النهار قريب أو بعيد، الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين. آخر مرة تلقيتها؟ يعني ما تلقيتهاش، كانت توفت لي الوالدة أنا في أول رمضان، وعيطت لي يعني كانت لاباس، عيطت لي وعزاتني فيها وقالت لي بغيت نجي، وقلت لها بلا ما تعذبي مع هاد المصيبة ديال هاد الجائحة، الله يرفع علينا هاد الوباء. يعني ما شفتهاش، فملي سقت الخبر أنها مريضة كنت غنمشي نشوفها، لكن كانت منوعة الزيارة ديالها، زيارة ليها. ف يعني عزيتها غير في، تكلمت في التليفون مع بنت اختها حياة، وقلت لها وصلي لها سلامي والله معاها، ولكن العمر تقاضى. انا نعزي الجمهور المغربي والمواطن المغربي والعربي والمغاربي بصفه عامه في رحيل ايقونه المسرح المغربي والتلفزيون والسينما المغربيه توريا جوران. يعني انا عندي معها تاريخ يعني منذ الستينات، يعني هذا عمر، يعني شاركنا في عدة أعمال مسرحية فنية سينمائية تلفزيونية. الله يرحمها، امرأة كانت تتعمل الخير وفوق هادشي وزيرة. يعني لما كتقول أن فنان كيصبح في مرتبة وزير هذه ما سهلهاش، يعني امرأة خذتها عن جدارة واستحقاق، عن تاريخها، عن نضالها، عن ممارستها للمسرح الفعال، المسرح الحي، مسرح اليوم. الفرقة ديالها كان مسرح اليوم اللي سبق لها اشتغلت مع الطيب الصديقي، اشتغلت مع السي محمد الخلفي، اشتغلت مع السي عبد العظيم الشلاوي الله يرحمه حتى هو، اللي في الحقيقة هو اللي عطاها الاسم ديال توريا. الله يرحم الجميع. بحال شي صاعقه، لانه كنت كنشاد التليفون، دخلت لاباج فيسبوك كتب لي خبر ديال توريا الله يرحمها، ما صدقتش لانه هذا حكم الله، ولكن قلت يمكن يكون خبر زائف بحال اللي كيديروا الجباه، بحال الممثلين، مجموعه من الممثلين بحال الصعري الله يرحمه شحال من مره قالوا راه مات ولكن ما ماتش، فما صدقتش. فاضطريت نتصل بسي محمد ابو السهل اللي هو بالمناسبه راه خو وراجل اختها، واكد لي الخبر، وكانت صدمه بالنسبه لي انا، لان توريا كانت بالنسبه لي اخت صديقه عزيزه، ماشي غير لي انا، جميع الممثلين تماما معلوم خلات البصمه على مستوى الخشبه وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى ملي كانت وزيره، خلات البصمات ديالها توريا خدمات هذا الميدان من قلبها، كنت كتحب هذا الميدان. توريا فضلها فاش ولات بطاقة الفنان، تم الاعتراف بوجود هناك مهنة
ديال 2000 مهنه فنان، وخرجت البطاقه ديال الفنان في ظل توريه ملي كانت في وزاره الثقافه. احنا في واحد اللحظه اللي احنا لنا واحد مأطرين كلنا، يعني راه كفنانة كجمهور كناس كذا. توريا جبران الله يرحمها الأستاذة والوزيرة راه ماشي شي حاجة سهلة ولا شي حاجة، هذا راه إرث ديالنا كلنا، ديالنا كلنا احنا كمغاربة، هذا مفخرة ديالنا احنا كلنا مفخرة ديال المرأة المغربية، ديال الفنان المغربي، ديال المغاربة كلهم. تكون السيدة فنانة كبيرة وإنسانة طيبة، عندها يدها ديما ممدودة للخير وقلبها الكبير ديما عامر بالعطاء، لا العطاء الإنساني والخيري ولا العطاء الفني. الله يرحمها في هذا النهار. فشي فقدتها شي حاجة تخدت مني داتها معاها، والله غالب هادشي ما عندنا ما نديرو، الله غالب. آخر لحظات وهي في السبيطار مسكينة وكانت دايرة بالها معنا، وقالت خاص موقع التواصل كدوي معنا، كتقول لي أنا غنولي شوية وغنخرج وغنجي لعندك نشوفك. يعني واخا حتى في اللحظات الأخيرة ديالها وهي باقا باغا تمشي تشوف الناس وباغا تطلع على هذا، وربي بقى متبتها وباغا تشوف هذا.